كنت 32 سنه في المهنه، انا عندي 50 سنه دلوقتي، وخدت المهنه دي عن والدي الله يرحمه، واتعلمتها منه وحبيتها وعشقتها، وبقت هي اهم حاجه في حياتي. انا ما بشتغلش شغلانه تانية الا هي، وهي مصدر رزقي الوحيد، بس الحمد لله بحمد ربنا على اللي فيه، ومستمتع باللي انا فيه وبحب اللي انا فيه. الصعوبات كانت في الاول، لان العمليه والشغل كان قليل خالص، فبدات باسلوبك وبعلاقاتك مع الناس واحترامك لهم. كل الزبائن رجعت تاني بعد ما والدي توفى، والحمد لله في ازدياد، والحمد لله راضي باللي انا فيه وسعيد باللي انا فيه ومبسوط باللي انا فيه. كل امكانياتنا هي من على ايام والدي الله يرحمه، مكوى الرجل العاديه والنار شغاله، بس التطور اللي حصل ان بدل ما كان عندنا بنشتغل بالجاز او ده بنشتغل بانابيب غاز كبيره، هي دي التطور اللي حصل فيها. لكن كل شغلنا واحد هو واحد من ايام والدي الله يرحمه واني، ولو في حد بعد كده، بس هي المشكله ان المهنه ما بقتش حد بيتعلمها، بمعنى ثاني يعني لو الابن بس، ابن صاحب المهنه اللي بيتعلمها. انا ليا ابني مهندس ربنا يبارك فيه وشغال في القاهره، فيعني ايه نقول المهنه بقى ايه هتروح، لان لو الابن ما اتعلمش المهنه بتاعت والده الصنعه او المهنه بالنسبه لنا بتروح. انا محب للمكوى الرجل، رغم ان انا في الاول ابدا وارجع وتقول تاني ان انا ما كنتش حبيب ان انا اشتغلها وما كنتش بحبها، لكن لما اشتغلتها بقت عشق هي الاول والاخير وعلى وضعها، لا بحب اتطور فيها زي ما هي. حتى لما الناس تعرض علينا ان انا مثلا اجيب مكوى بخار واشتغل، لا، عشق في المكوى وحياتي كلها في المكوى، وتمتع ان انا بقعد في المكان اللي انا فيه، والحمد لله زي ما انا قلت في ناس كل اللي حواليا بيحبوني. والنص التاني بقى قسمت المحل، جبت مكوى بخار وليا اخويا ربنا يبارك فيه وقف جنبي وبيشتغل على المكوى البخار، فدي كرم من عند ربنا ان ربنا كرمنا، يعني احنا الاثنين مترابطين مع بعض.